فاني وقوف منعوني لا تقهوى ولا صب قهوة. أنت شاعر يا بن جليغي، مش رأيك؟ والله توجع، والله توجع. أبيات أي شاعر، أي متذوق حتى للشعر بيفهمها، أو أي إنسان عنده مشاعر بيفهمها. إنسان في خير. البيتين ذي والله أنها توجع، والله أنها تبكي، والله أن تصرف محمد أنها تصرف الصحيح، والله العظيم قبل هذا كله أن تصرفه أنها جاني أنا يا واحد. والله أني واقف ما أدري وش أسوي. وتمنى من الجمهور ما حد يضغط عليه. أنا أتمنى. وتمنى من الإدارة ما حد يضغط عليه. أنا أتمنى. القرار ما حسم. يعني أتمنى. القرار الإدارة في النهاية. عندي كلام أبو شوق الله يرضى عليك. أنا أتمنى من الإدارة إن كان لنا غلا عندهم وقدر أنهم يسمحون لمحمد القرقاح أنه يطلع له يوم واحد. لو ياخذ من رصيدنا هو لو بيقول لو قال بطلع ممكن، لكن الرجال يقوله بعد ابوه حصان، ابوه عارفه حصان بيرجع بيقول ارجع. انا طالبكم طلبه انه يطلع يوم لو ياخذ من رصيدنا. طالبكم طلبه. طيب محمد من اول يوم جايه هذا.